حال حال أعزائي مشاهدي قناة مجد الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا مجد. أنا محمد الزامل وبقدم لكم تغطية خاصة في مدارس المتقدمة بالرياض حي الملقى. أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم، عرفنا لك. عليكم السلام، معك الطالب يوسف المهيزع، صف اول ثانوي من درس متقدمه فرع الملقى. ايش اكثر ماده تحبها؟ ماده الرياضيات. ليش؟ لاني احب المعادلات والارقام. تمام، هل تحب اللغه العربيه؟ اي نعم، احب اللغه العربيه لانها من لغات القران. تمام، ايش رايك في حفل اليوم؟ حفل اليوم الحمد لله تنظيم كويس مرتب و يعطيك العافيه يا يوسف، ما قصرت. السلام عليكم، نتعرف عليك. يا مرحبا، معك عمر الحربي في احد مدارس المتقدمه فرع الملقى في الصف الاول ثانوي. ونعم يا عمر. طيب ايش اكثر ماده تحبها؟ ماده اللغه العربيه، واليوم نتكلم عن احد اليوم العالمي للغه العربيه. ايش اكثر حرف تحبه؟ طيب صراحه حرف الالف، لانه من بدايه اي كلمه في الالف اغلبها. تمام، هل كنت منظم اليوم؟ اي نعم، كنت منظم في تنظيم أحد طلاب المدارس اللي جات عندنا ومكاتب العارض، تنظيم بسيط. إيش رأيك في احتفال اليوم؟ والله الاحتفال كان جداً جميل، أتكلم من تنظيم، أتكلم من المدرسين من مدارس جوي لينا، وأشكر الأستاذ رائد النشاط الأستاذ حسن والمدير الأستاذ حمد العتيبي، وكان معكم الطالب عمر الحربي. شكراً يا عمر، يعطيك العافية. العفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عرفنا باسمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسمي عبد الملك بن صالح الناصر. ونعم يا عبد الملك، أعطينا نبذة عن مدارس المتقدمة. والله مدارس المتقدمة حي الملقى صراحة من خيرة المدارس صراحة، كإدارة كتعليم، ما قصر مدير الثانوي حمد العتيبي على أسلوبه وتعاونه بين الطلاب، وأيضا مرشد الطلاب حسن أستاذ حسن، وصراحة ما قصرت المدرسة. وش رأيك في احتفال اليوم؟ والله احتفال اليوم صراحة كان جميل وكان رائع، مع تعاون المدارس الصراحة وتعاونهم واستضافتهم في الملقى، وحياهم الله والله وشرفونا ونورونا، وأيضا استضافة مدير التعليم حي العارض أستاذ صالح بن سلمة، صراحة والله ما قصر وشرفنا ونورنا. يعطيك العافية. السلام عليكم، عرفنا عليك. وعليكم السلام، معك محمد بن بدر السعود السياري. ونعم يا محمد. طيب صف كم من؟ أولى ثانوي مدارس متقدمة. طيب وش أكثر مادة تحبها بالمدرسة؟ مادة الرياضيات عشان الأرقام والمسائل. طيب هل تحب اللغة العربية؟ إيه نعم. وش أكثر حرف تحبه داخل اللغة العربية؟ حرف الباء عشان اسم الوالد. الله يحفظ لك يا رب. طيب وش رأيك في حفل اليوم؟
كان على أعلى مستوى وممتاز وجيد. طيب يعطيك العافية، ما قصرت يا أخ محمد. ما تقصر، شكرا. المجد والعلياء مجد لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، وجد الله أكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مدارس المتقدمة بحي الملقى هي أحد فروع شركة مدارس المتقدمة التي انتشرت الآن على مستوى المملكة العربية السعودية، وهي تهتم بالنواحي التعليمية وكذلك التربوية، وتهتم ببرامج أيضا إثرائية. تميزت الحقيقة شركة مدارس المتقدمة بهذه البرامج الإثرائية التي تبني الطالب بناء من ذو نعومة أظفاره حتى أن يتخرج من الثانوية العامة. ونقول بأن المدارس المتقدمة تهتم اهتمام كبير بالعملية التعليمية في جميع جوانبها وجميع العمليات التي تدور داخل هذا المجمع أو المجمعات الأخرى لشركة المدارس المتقدمة. ما رأيك في احتفال اليوم؟ احتفال اليوم الحقيقة والاحتفال باللغة العربية، هذا الاحتفال المفترض أن يكون احتفاء يومياً، فهذه اللغة لغتنا، هذه اللغة لغة حضارتنا، هذه اللغة الحقيقة هي نحن. فهذا اليوم العالمي للغة العربية هو يوم يحتفل فيه جميع العالم بهذه اللغة، وهي لغة القرآن، وجميع مدارس المتقدمة في جميع فروعها تحتفل بهذا اليوم، وجميع أيضا مدارس المملكة العربية السعودية تحتفل بهذا اليوم. وأنا أقول بأن هذا اليوم يوم جدا رائع وجدا جميل، احتفلنا في هذا المجمع مع مكتب العارض بهذه الاحتفالية الجميلة للغة العربية، وكان الحقيقة مشاركة جميع المدارس رائعة جدا، سواء من مسرحيات أو شعر أو نثر أو كلمات. فأقول بأن اللغة العربية الآن هي إن شاء الله ستكون اللغة الأولى عالميا. عرفنا بنفسك. عليكم السلام، اسمي محمد عبد الله الزهاني. ونعم يا محمد. وش أكثر حرف تحبه داخل اللغة العربية؟ الميم، لأنه يبدأ بحرف اسمي. طيب هل تعرف بيت، أو هل أنت حافظ بيت شعر تعبر فيه عن حبك للغة العربية؟ إن الذي ملأ اللغات المحاسن جعل جمالها وسرها في الضاد. إيش أكثر نشاط تحبه داخل المدرسة؟ الرياضيات. ليش؟ لأني أحب أدرس فيها. شكراً، يعطيك العافية. نتعرف فيك؟ اسمي عمر العتيبي. ونعم يا عمر. إيش أكثر مادة تحبها داخل المدرسة؟ الرياضيات. ليش تحب أكثر الرياضيات؟ عشان الحساب وكذا، أحب الأرقام وكذا، أحب الرياضيات في حل المسائل وكذا. متى اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية؟ 18 ديسمبر. طيب كم عدد الناطقين باللغة العربية؟ عددهم فوق 422 مليونا. إيش أكثر حرف تحبه؟ الحرف الألف. ليش تحبه طيب؟ عشان صراحة ما أدري، بس أحبه. شكرا، يعطيك العافية. نتعرف عليك. وعليكم السلام، اسمي سعيد إدريس. صف كم يا سعود؟ رابع. طيب ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. إيش أكثر حرف تحبه داخل اللغة العربية؟ حرف السين. طيب إيش أكثر مادة تحبه داخل المدرسة؟ علوم. ليش تحب العلوم طيب؟ كذا يعني حبيتها. طيب ممكن أسألك متى اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية؟ 18 ديسمبر. طيب كم عدد الناطقين باللغة العربية حول العالم؟ 422 مليون.
شكرا، يعطيك العافيه سعود. السلام عليكم، عرفنا باسمك. عليكم السلام، محمد عبد الله تويجري. ونعم يا محمد. ايش اكثر حرف تحبه؟ حرف الميم. طيب ايش اكثر ماده تحبها داخل المدرسه؟ والله ماده رياضه. ليش؟ لاني امارسها بشكل ممتاز. طيب ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. بما تسمى لغتنا العربيه؟ تسمى لغتنا العربيه بحرف الضاد. لماذا طيب؟ لانها اللغه الوحيده التي بها حرف الضاد. شكرا، يعطيك العافيه، ما قصرت يا. السلام عليكم، عرفنا باسمك. عليكم السلام، عامر الطلحي. صف كم يا عامر؟ أول ثانوي. إيش أكثر مادة تحبها داخل المدرسة؟ الرياضة. ليش تحب الرياضة أكثر شيء؟ أحب كرة القدم يعني. طيب إيش مركزك؟ هجوم. جميل. طيب هل تحب اللغة العربية؟ أكيد. ليش تحبها؟ عشان الشعر. طيب هل أنت تحفظ أبيات؟ إيه نعم، أنا شاعر. طيب بسألك عن اللغة العربية، كيف نحافظ عليها من التغريب اللي لاحقها؟ بممارستها في حياتنا اليومية والعملية، والأتعبد لربي بالقرآن الكريم. تمام، إيش رأيك في احتفال اليوم؟ صراحة احتفاء جميل، ودانا لمركز الترفيه، شفت ناس فصحى و... يعطيك العافية يا عامر، شكرا. عفوا. السلام عليكم، عرفنا باسمك. وعليكم السلام، اسمي وسام. صف كم يا وسام؟ سادس. إيش أكثر حرف تحبه؟ حرف الواو. ليش؟ لأنه حرفي. إيش أكثر مادة تحبها؟ اللغة العربية. وش اللي يعجبك في اللغة العربية؟ الشعر. طيب هل أنت حافظ قصيدة شعر؟ إيه. يمديك تقول لنا إياها؟ رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت لما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضغت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنصيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟ السلام عليكم، عرفنا لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معك الأستاذ حسن بن صالح الأشيوان، رائد النشاط في مدارس المتقدمة بحي الملقى في قسم البنين. يعطيك العافية أستاذ حسن، وش رأيك في احتفال اليوم؟ ما شاء الله تبارك الله، نشكر الحضور على هذا الاحتفال اللي هو بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، ونشكر المدارس المشاركة لدينا في مسرح مدارس متقدمة حي الملقى، ونشكر أيضا الاستضافة المكتب العارض المدراء وعلى رئاستهم الأستاذ صالح بن سلمة. طيب عندك مشاركة للغة العربية يمكنك تعطينا إياها الآن؟ إيه نعم، أبيات شعرية. يقول الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، ومن ما عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. صح لسانك يا أستاذ حسن، ما قصرت، يعطيك العافية. أحييك، شكرا لك، ما قصرت أخوي محمد. السلام عليكم، عرفنا لك. وعليكم السلام، معك أستاذ عبد الله الجابر. ونعم يا أستاذ عبد الله. وش دورك بالمدرسة؟ أنا منسق العلاقات العامة في المدارس المتقدمة حي الملقى. ما شاء الله. طيب إيش رأيك في احتفال اليوم؟ اليوم حقيقة كان احتفال رائع جدا، شفنا الكثير من المسرحيات عملوها أيضا يعني شركائنا من مدارس أخرى، أيضا شاركونا مدارس المتقدمة حي الغدير في مشاركات رائعة جدا، ويعني حقيقة احتفلنا احتفال جميل جدا يليق باللغة العربية التي يتحدث بها أكثر من 400 يعني مليون نسمة حول العالم. يعطيك العافية أستاذ.
الله يعافيك، شكرا جزيلا. نقلنا لكم بالصوت والصورة تغطية خاصة من مدارس المتقدمة حي الملقى في الرياض. شكرا لكم على كريم المشاهدة، نراكم في فعاليات أخرى. شكرا.